قليل. من الذي يتكلم في النوازل؟ نعم. ودرجات يعني طالب العلم، نعم. هل كل طالب علم يتصدر للفتوى وخاصة أو بخاصة في النوازل الدكتور متولي؟ نعم. لو قسمنا الناس بالنسبة للعلم فسنرى أقساما كثيرة، وهذا في غاية الأهمية بالنسبة للمشاهدين ليعرف لمن يستمع وعمن يأخذ. فهناك أقسام. القسم الأول وهو غالب الناس أنهم لا علم عندهم ويكتفون على العاطفة، هؤلاء يسألون أهل الذكر. وقال العلماء لا يشترط لهم أن يعلموا الدليل، وإنما هو يسأل اجتهاده في أن يسأل العالم الذي يثق به فيه. هذا هو اجتهاده، وغالب الناس على ذلك، والله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا غالب الناس على ذلك، عليك أن تسأل، واجتهادك هنا من تسأل، فليس كما يقول بعض الناس الذي يريد أن يتفلت من الأحكام الشرعية ضعها في رقبة عالم واطلع سالم. لا، إنما اجتهادك كعامي، يعني لست أقصد بالعوام أنه ليس من أهل العلم، يعني أن العلم الشرعي، العلم الشرعي، يعني ممكن يبقى أستاذ جامعي في تخصصه. أيوة. لكن يسأل أهل العلم، لكنه عامي في العلوم الشرعية. والعكس، لو العالم الشرعي أراد شيئا من علوم الدنيا إن صح التعبير، في الكيمياء والطبيعة، وإن كان لا يوجد علم اسمه علم دنيوي، كله من علوم الشريعة. نعم. حتى الكيمياء. نعم. والطب، ونحن الآن نرى قيمة الطب. نعم. هم الذين يتصدرون المشهد مع الفقهاء والعلماء. هذا صحيح. نعم. هذا صحيح. فهذا هو القسم الأول من الناس، يبقى اجتهاده في من يسأل، لا يذهب لأي أحد. أنه بعض الفتاوى، حضرتك طبعا تعلم ذلك، يقول أنا طلقت زوجتي وذهبت وقيل لي ادفع كذا، من سألت؟ يقول سألت مؤذن المسجد. واحد ماشي في الشارع. أيوه، يعني هو ذهب إلى واحد في المسجد، وهذا لا نقلل من الأذان، لكن هل سأل عالم المسجد؟ لم يسأل، إنما قابل أي أحد رخص له في الأمر وقال أنا سألت. فهذا الأول قسم من الناس. هناك قسم ثاني يسميه العلماء الناظر، طالب علم ناظر، يعني عنده قدرة أن ينظر إلى أقوال العلماء وينقل عنهم في المسألة. هو حامل علم، يعني ناظر، يعني ينظر وعنده قدرة، ينظر هنا من قال، طيب هنا ينقل الفتوى، عنده القدرة على أن يحفظ المعلومة أو المسألة وينقلها بأمانة ضابط. أيوة. ولا يغير لا يغير في شيء. هذا قسم آخر. عندنا قسم ثالث وهم الفقهاء، وهم ينقسمون إلى قسمين. فقيه في المذهب، بمعنى أنه يحيط بأقوال الفقهاء في مذهبه، يعني فقيه شافعي، هو وقف على أقوال الشافعية فقط، فهذا يبقى ليس بمجتهد ولا يصل الى رتبه اجتهاد، لان رتبه اجتهاد سنصل اليها في النهايه، انما هذا هو احاط بقول الشافعيه في هذه المساله. فهذا حتى اذا افتى او تكلم يقول انا لم اقف الا على قول الشافعيه في المساله، فربما يكون قول الشافعيه من الاقوال المرجوح، يعني الراجح في عند الراجح. ده هذا مثال نضربه، يعني ربما، يعني مثلا الذي وقف على القنوط في صلاه الفجر المستمر وقال انا شافعي المذهب، رغم ان هناك من كبار الشافعيه من قال لا اخذ بالقنوط في صلاه الفجر المستمر لان الحديث لم يصح، فهو لم يتعلم من الفقه الا الفقه الشافعي، ورأى أن الإمام الشافعي يأخذ بالقنوط المستمر في صلاة الفجر معتمدا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما زال يقنط في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا، وهذا حديث ضعفه أهل العلم، فهو لم يتعلم إلا الفقه الشافعي، لم ينظر إلى أقوال العلماء الآخرين. فهذا عندما يتكلم يقول أنا لم أتعلم إلا الفقه الشافعي، هذا يبقى هذا نوع من الفقهاء. هناك نوع أرقى من الفقهاء، وهو الذي يقف على جميع المذاهب الفقهية ويعرف خلاف العلماء في المسائل ويستطيع أن يرجح حسب الدليل. ده ملكة، يعني ملكة مرتفعة في العلم. نأتي للأخير، صنف الأخير، وهو نادر، وهو العالم المجتهد.
من العالم المجتهد؟ العالم المجتهد هو الذي وقف على كل أقوال العلماء في المذاهب المختلفة وعلى تخريجاتهم وعلى فروعهم وعلى أقوالهم ويقف على مقاصد الشريعة العليا، إضافة إلى أنه يفهم الواقع الذي يعيش فيه، لأنه كما هو معلوم يعني في